قادمه. انا حبيت نفتح واحد القوس شيخ الله يجازيك شيخ بارك الله. كان واحد الاخت من ولايه تبعنا وهي بنتها حكيت معها انا في التليفون ويتبعونا ويكلمونا في الهاتف الله يبارك. وجاني خبر انه هذا البنت اللي حكيت معها يعني ومره سالتني فعل بعض الاسئله وكذا توفت شيخ ربي يرحمها يرحم اموات المسلمين. نعم توفت وصرا يعني صارت حاله صارت انه خرجت معي معها لما رجعت كانت حابة تخرج مع خطيبها ونفتح القوس هنا نقول خطيبها وليس زوجها ولا مفتح عليها ولا لا عقد إداري ولا عقد شرعي يعني مش نتفقوا مليح. نعم كانت حابة تخرج معه وما يمها ما وافقت قالت لا بنتي ما تخرجيش لا يجوز ما تخرجيش شرعا وشرعا لا يجوز قانونا وشرعا بارك الله فيك. وقالت لها يعني كاين العائلة ورجال تاع الفاميلي راهم هنا الخوال والعموم وعيب والخوف من الله عز وجل ايضا يعني كيف تخرجي هكذا معاه. المهم البنت زعفت يعني تنوات شوية دخلت الغرفة تاعها كلمها الخطيب تاعها زاد لها الضغط. نعم. ومن بعد سمعت الناس يعيطوا وطبطبوا لها في الباب ومش عارف كذا راحت طلت عليها في حلة البيت صابتها مكاش طلت للشارع صابتها طاحت من البلكون. نقولوا سقطت احنا نقولوا سقطت لانه واحد ما شاف واحد ما شافش كيما طاحت ام سقطت واحد ما على باله حتى الوالدة تاعها ما على بالهاش ولكن الناس والعائلة تاع المرحومة هذه ما خلوا والو في يماها. يقولوا لها على جالك انت اللي ماتت الطفله لو كان خليتيها خرجت لو كان ما قتلتش روحها ولا لو كان ما طاحتش يعني هما حكموا خلاص كانهم كانوا حاضرين كانهم كانوا حاضرين معه. دوك الله اعلم هل انتحرت هذه البنت ام لا تنتحر ام لم تنتحر هل سقطت بالك كانت واقفه في البلكون جاتها دوخه طاحت بالك الله ان الله داري بذلك ولكن العائله كامل اللي دايرين بها والناس ايضا ما رحموش الوالده تاعها ويقولوا لها على جالك ولحقوا وين قالوا لها لو كان خليتها خرجت يعني لو كان خليتها عصات الله عز وجل وكانت ما تموت سمع كما قالوا نهضروها بالدرجه سمع هما انت هما هي السبب قالوا لها انت السبب في موت البنت تاعها انت السبب اللي بنتك ماتت وهي عندها غير هذه الطفله وزوجها متوفي ربي يرحمها. نعم شوف ذاك الابتلاء يا شيخ سبحان الله. نعم وهي امراه وفحله وتخاف الله عز وجل ومتقيه الله عز وجل وتصلي وتخاف ربي وتايب يعني فيها الحمد لله صفات طيبه كامل بارك الله. ولما عيطت لنا وسالتني في السؤال هذا يعني قلت لها انا والله يعني انت لا ذنب لك ما عندك حتى ذنب ما عندك شو. حتى ذنب باختصار باختصار شيخ باش نهضروا باختصار اولا ربي عز وجل يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا الموت هو اللي يحكم فيها الله عز وجل خلاص خالق هذه الكون. وحده نعم. حاجه ثانيه تاع بنتها نقول قبل ما تموت باش تخرج مثلا مع هذا الشاب نعم. اول حاجه كما قلت لي خويا الهادي نعم ماهوش ما كما قلت العقد الاداري ما كاش مش موجود والعقد الشرعي ما كاش مش موجود معناتها هنا خلاصه القول باش هذا باش نفهموا نعم نعم باش نبون يحط اليد برك نعم شرعا وقانونا ما يجوش يخرج مع نعم. الطفله هذا ما كاش شرعا وقانونا ما يجوش والام تاعها ما عندها حتى ذنب في موت البنت تاعها لا ذنب ما عندها حتى ذنب ماهوش هي اللي طبعتها باش تروح تقتل روحها ولا ترمي روحها ولا طيح بارك ولا الله فيك بارك الله فيك هذه هي وحنا الناس اللي رامي نقولوا الناس هذا اللي يضغطوا على يمها يتقوا الله فيه نعم بارك الله يتقوا الله ويخلوا من قيل وقال ويرافقوا الام هذه في الحزن تاعها المفروض يوقفوا معها ويشجعوها باش تجوز هذه المصيبه هذه. المهم شوف هي عند مولاه بينها وبين ربي راهي الحمد لله يعني خلاص. راكي سمعتي خلاص. الاخت بينها وبين الله مع الله عز وجل راكي صافيه اما قول الناس فخليهم يهضروا وخليهم يقولوا واش حبوا المهم انت راكي صافيه مع الله عز وجل جزاكم الله خير بارك الله فيكم بارك فيك شيخ ما لا الحصه القادمه ان شاء الله ان شاء الله حتى الدجاج راهو هنا راهو يدور في بصره ما لا نلقاكم الاسبوع الجاي باذن الله جزاكم الله خيرا والحلقه الجايه بربي ان شاء الله راح نكملوا نواصلونا عما في شروط التوبه بارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا فيك. الله